السلام عليكم كديرين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. وفيديو جديد كما وعدتكم كما العاده، قلت لكم بانني غنبقى دائما 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 ندير لكم فيديوهات وما غنغيبش لكم. وغادي نشكركم على الميساجات اللي خليتوا لي، اللي كتخليوا لي تحت يعني تحت الفيديوهات. وكنقول لكم دخلوا الفيديوهات كاملين، اللي باغي يتعلم دروس اللغه الايطاليه ولا كان عندكم شي مشكل شي سؤال وما عرفتوش شي حاجه، راه تقدروا تكتبوا لي في لاباج انستغرام اللي غنخلي لكم هنا السميه تحت في الشاشه كما كتشوفوا، ايوب الهاشمي جوج. تقدروا تكتبوا لي في الانستغرام، تابعوني في الانستغرام. الا كان عندكم شي سؤال كتبوا لي ديريكت فون تما، حيت انا في الواتساب فما كنجاوبش دائما، ولكن كتبوا لي في الانستغرام. وان شاء الله الا كان عندكم يعني شي مشكل ولا شي سؤال ولا شي حاجه ما عرفتوهاش، راه غير خليو لي وخليو لي التعاليق كما العاده. خليو لي دائما دائما التعاليق، راني كنقراهم كلهم واخا وكنجاوب يعني في التعاليق. اول حاجه بغيت نشكركم دائما على اللايكات اللي كتخليو لي، اللي بيهم باش كنزيد قدام سمحوليا، وبيهم باش كيخليني دائما ندير لكم فيديوهات. وهذا راه شرف ليا كبير. والمهم اليوم جيتكم بواحد الدرس، ماشي درس، هو واحد الموضوع اللي غيهم يعني بزاف ديال المغاربه اللي يعني في المغرب، مقيمين في المغرب وباغيين يجيو للطاليان. هذا الدرس اللي كتب لي واحد الانسان، كتب لي قال لي شوف كيفاش انا بغيت نجي للمغرب، نجي من المغرب للطاليان، ولكن نجي قانونيا ما نجيش يعني بالحريق كما كتعرفوا، راه شويه صعيب. مهم انا اليوم غنشرح لكم يعني لي تيبولوجي دي فيسي، يعني كاع جميع الفيزات اللي كيخرجوا باش يعني لا بغيتي تجيو من المغرب تجيو لهنا لطاليان. واحد الدري نيت كتب لي في الواتساب وخد النمره وكتب لي، قال لي شوف راني كنقرا هنا في المغرب ولكن ما كرهتش نمشي للطاليان ونكمل قرايتي في الطاليان. هذا السؤال وانا ما قادرش ما نديرش هذا الفيديو باش يعني اخويا محمد كما كتشوف بغيت نجاوبك على، قلت لك راني غندير فيديو باش نجاوبك. المهم بغيت نقول لك بان راه تقدر تجي لهنا للطاليان، حيت انا عرفت شله دراري يعني جاوا لهنا الاونيفرسيتي اللي قريبه ليا وكيمشيو وكيقراو ويعني وجاو بالفيزا من المغرب. خاصكم تعرفوا بان راه كاين لي تيبولوجي دي فيسي، يعني انواع الفيزا. غنهضروا اول حاجه بير موتيفي دي ستوديو، يعني الفيزا بالنسبه للدراسه. خاصكم تعرفوا بان لا كانش عندكم شي ولد ولا بنت ولا كيقراو في المغرب وبغاو يكملوا يعني قرايتهم هنا في الطاليان، يعني شدوا الباك وبغاو يكملوا يعني شي ماستر او دكتوره او يعني في الجامعه هنا في الطاليان، خاصهم اول حاجه يمشيو للقنصليه. كما كتعرفوا اي انسان بغى يدفع الاوراق ولا شي حاجه خاص يمشي للقنصليه في يعني ديال طاليان مقيمه في المغرب، او السفاره اللي دائما في يعني ديال طاليان مقيمه في المغرب كيمشي. واول حاجه خاصكم ضروري تتصلوا، تحاولوا كيفاش تتصلوا بالونيفرسيتا، يعني شي اونيفرسيتا، حيت خاصكم تعرفوا بان هنا الحمد لله هنا في طاليان راه كل مدينه فيها الونيفرسيتا، يعني تتصلوا بشي اونيفرسيتا هنا في طاليان وتواصلوا معاها وبها باش غتقولوا يعني تمشيو للقنصليه او لامباشاده يعني او السفاره وتهضروا وتقولوا بان غتبريسنتيو لا دوكومونطاسيون، يعني لو كاع الاوراق اللي خاصين بانكم كتقراو وباغيين تكملوا يعني باحث او شي حاجه اخرى. وانا عرفت منهم بزاف ديال الدراري راهم جاوا وكملوا قرايتهم، يعني كملوا الدكتوره ديالهم، كملوا يعني الماستر، وراه تقدروا هذه فيزا بالنسبه للدراسه. خاصكم تعرفوا غير بان هذه الفيزا اللي جيتوا بالدراسه كيعطيكم وقت اللي محدود اللي تبقاو في الطاليان، يعني بالنسبه للقرايه شحال غطالب ليكم. يعني اذا كانت لونيفرسيتا فيها عام او عامين او ثلاث سنين، هما راه كيعطيوكم يعني دائما خاصكم تجدوا برميسو ديال يعني ديال الدراسه اللي كيعطيو لكم محدود، يعني ما تقدروش تخدموا به ولكن راه كيكون محدود وتقراو به. هذا بالنسبه، هذه مهمه بالنسبه شحال من واحد كيبغي يجي لهنا للطاليان. بير موتيفي دي لافورو يعني فيزا بالنسبه للعمل. يعني هذا القانون كيخرج كما خرج هذا العام، خرج العام اللي فات، خرج هذا القانون ديال الى كان عندكم شي واحد يعني في الطاليان، انا كنهضر مع الجاليه اللي في المغرب، او بغيتوا تجيبوا شي واحد يعني اللي الجاليه اللي كاين هنا في الطاليان وبغات تجيب شي واحد من العائله بغات تجيبهم من المغرب، خاص اول حاجه تشوفوا لي شي باترون اللي كيكون عنده الشركه يعني باغاليتاس وكلشي، يعني الشركه اللي كونفيونس
وشي باترون لي كونفيونس اللي يدفع كيمشي هو الاوفيشال ديال الميغراسيون وكيدفع بالنسبه لهاد يعني كيبريزنت لهم واحد الدوماند بان راه ابيسوني دي كوستا بيرسون يعني بهاد اونديبندنت يعني شي خدام اللي يخدم عنده في الشركه هو راه كيبريزنت لا دوكومونطاسيون ومن بعد راه كتخرج يعني ينو لا وسط يعني كتخرج يا ربي الفيزا ديال الخدمه باش يجي. هذا بالنسبه للسوبورديناتور ولكن خاصك تعرفوا بان راه كاين انت بيرموتيفي دي لافورو اوتونومو هذا ولكن هذا عندهم واحد الايتر ديالهم اللي شويه كومبليكات وبالنسبه للناس اللي عندهم ديجا الماده في المغرب وباغيين يجيو يفتحوا شركه يعني الشركه هنا في الطاليان هذيك عندهم واحد الايتر اللي شويه بلا ما ندخل في التفاصيل حيت شويه صعاب. مهم هذوك تما راه يقدروا يجيو لهنا لايطاليا سام بريزنتاندو لا دوكومونطاسيون. عاد كاين ريكونجينجيمنت دو فاميليار كيما كتعرفوا اللي شحال من هنا كيما داير الوالد عندي كيجيو بحال الا جا شي راجل او امراه وبغات يعني تجيب راجلها ولادها او كذلك شي راجل اللي باغي يجيب ولادو هنا في الطاليان كيدير هاد الفيزا ديال كيما قلت لكم اعاده توحيد العائله. المهم خاصكم تعرفوا بان راه كيطلبوا منكم يعني لا لوجو يعني السكن اللي خاص يكون يعني فاليدو واحد السكن اللي كي يعني كي هما بالنسبه لالوجو كي يعني كياخذوا لكم كيشوفوا لالوجو يعني السكن فين ساكن واش يقدر يسكنوا في يعني عائله قادروا يسكنوا في الاشخاص اللي غتجيب يعني الا كنتي غتجي مرتك ولادك كيشوفوا يعني ضروري لالوجو واش هو هذاك او لا يعني كيخرج ضروري كيخرج واحد الطبيب اللي كيشوف لك لالوجو كيعطيك بان راه لاتشيس بان راك تقدر تجيب يعني العائله ويقدروا يسكنوا في هذيك الدار. وثاني حاجه اللي مهمه وهو الريديتو يعني خاص ضروري كما كتعرفوا خاص الكود ضروري يكون يعني كيكون طالع كيطلب لكم واحد الكود اللي بالنسبه اي تولد عندك الا كان عندك يعني جوج ولا ثلاثه راه ضروري الكود خاصو ضروري يكون طالع باش تجيب ولادك اللي بغيتي تجيبهم من المغرب وكتدفع ليهم هذيك الساعه كتخرج من ولا وسط باش تجيبهم. مهم ولكن الاولاد خاصهم ضروري يكونوا مينوري يعني اقل من ما يعني ما كيكونوش فايتين 18 عام الا كاينه يقدر يكون فايت 18 عام ولكن خاص يكون عنده واحد الاعاقه اللي كامله يعني ديسابيليتا. الا كانت عنده اعاقه كامله وفايت 18 عام وبغيتي تجيبي يعني من المغرب راه تقدر تجيبي يعني واخا يكون فايت هذاك العمر. مهم اما او حاجه اخرى ثاني الا بغيتوا تجيبوا والديكم بالنسبه لوالديكم الا كان عن يعني يعني شي ولد هنا شي دري باغي يجيب امه يعني كبيره شويه في العمر ولكن ما عندهاش شي واحد اللي يتكلف بها يعني في المغرب عطرا سامبري دوكومونطاسيون اللي خاصك تبريزنتيهم يعني في المغرب وكتبريزنتيهم من في طاليا بان راه ما كاينش شي واحد اللي اللي يقيم بها واللي يساعدها هذيك الساعه كتقدروا تدفعوا حتى بالنسبه للام او الاب لا بغيتي تجيبوا فايت 65 في العمر. مهم انا هادو هما انواع الفيزا اللي اللي كاينين وعاده كاين هذيك الفيزا بيركوندو ريوارد التوريزم حتى عنده واحد الايتر ديالها بوحدو اللي كيطلبوا منكم الفيزا واحد يعني كيكون عندك واحد الكونت في بانكاريو وهادو هما بالنسبه لانواع الفيزا. ثاني حاجه بغيت نسولكم عطاوني واحد السؤال اللي بغيت ناخذ من هذا الفيديو بلا ما نطول عليكم شي حاجه سهله اللي يعني دغيا تقدروا يعني دغيا تقدر تفيدكم وتفيد يعني جميع الجاليه اللي باغا تجي يعني ولا باغا تجيب شي واحد من العائله. مهم انا بغيت نجاوب غير على واحد الاسئله اللي قالت لي واش باقي الامتحان ديال الجنسيه خاصكم تعرفوا بان انا درت واحد الفيديو ديال الجنسيه يعني الاوراق اللي كيطلبوا بالنسبه لبغيتي تاخذ الجنسيه الايطاليه كما قلت لكم راه ضروري هاد الجوج اوراق اللي مهمين وهو حسن السيره كما قلت لكم في الفيديو راه تقدروا ترجعوا لي حسن السيره اللي كيكون مترجم باللغه الايطاليه وكل شيء وتجيبوه لهنا وعاد عقد الزياده هو كيكون مترجم واما لا بغيتي تجيب مرتك او ولا بغا تجيب يعني شي مراه بغا تجيب راجل خاص ضروري كيطلبوا منكم تاع العقد ديال الزواج اللي كيكون هو مترجم. مهم اما السؤال واش باقي الامتحان ديال الجنسيه باقي الامتحان ديال الجنسيه الا بغيتي تاخذ الجنسيه الايطاليه ضروري هما كيطلبوا ليفالو بيونو يعني واحد ليفالو اللي كيطلب منك جا لا غراماتيكا لا كونيوغاسيون دي فيربي هاد واخا انا
البيونو راه واقيلا كاع طاليان طاليان بروس هما ما عندهمش شله منهم، ما عندهمش حتى ليفال البيونو ولا داو هادري ما كيعرفوش حتى لا كونيغاسيون ديال بيربي. وهذا هو السؤال اللي طرحت مني الاخت وانا جاوبتك، وبغيت نشكركم. ولا كانوا عندكم شي اسئله اخرين خليوا لي المهم التعليق ديالكم راه غنجاوبكم ان شاء الله. والمهم في الفيديو الاخر اللي جاوبتني واحد الاخت قالت لي راه غلطت في التصوير ديال بالنسبه لحبه حلاوه، وانا درت ليها واحد التصوير اخر حيت ما كنتش عارفها. المهم جاوبتك وهذاك غلط اللي كيختار يوقع، وكنشكركم. وديما الغلط في شي حاجه راه غير خليوا لي التعاليق راني كنقراهم، وكنشكركم بزاف كنشكركم بزاف. وتابعوني وخليوا لي اللايكات وباش ما كان بارطاجيو الفيديو راه يفيد بزاف 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 ديال الناس. وان شاء الله الى فيديو اخر، والسلام عليكم وما نطولش عليكم. شكرا.